طالما نحن في الدنيا فنحن على الركب. طالما نحن في الدنيا فنحن على الركب. مهما طال بك العمر قصرة أو طال لا محالة، فالمآل إلى الله جل وعز شأنه. كم من رجل طالت سلامته وعفاه الله في بدنه فنام بين أهله فوافته المنية في الصباح فنعاه من نعاه. لهذا الرجل الفطن والمرأة الفطنة إذا أذنب تذكر القبر، تذكر القبر. لهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا مشى ورأى القبور كان يبكي، فيقال له يذكر تذكر النار فلا تبكي، وتذكر الجنة فلا تبكي، وعندما ترى القبور تبكي. قال عثمان قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول القبر أول منازل الآخرة. هذا القبر بمجرد أن تخرج الروح ينتقل العبد من عالم الشهادة إلى عالم الغيب برزخ، فيحول بينه وبين كل نعيم وحيل بينهم وبين ما يشتهي، يحال بينه وبين كل ما يشتهي في الدنيا. كلما اشتهيت ورزقك الله نلت ما اشتهيت، لكن في الآخرة تقيد بما أراد الله جل وعز. أول خطوة تنتقل بها ألا وهي القبر، فالقبور دائما تذكرك بالآخرة. لهذا ما الذي يحول بيننا وبين القبور؟ كلمة واحدة، هذه الكلمة نرددها صباحا مساء، والله حتى الأموات رددوها. كل نعيم، كل نعيم معلق في هذه الكلمة، وكل شيء يرقق القلوب معلق في هذه الكلمة. ما هي كلمة سوف؟ سوف كسرت الأكاسر ودمرت الجبابرة وأهلكت الظالمين، وبطش الله بالظالمين بكلمة سوف، وحالت بين المذنبين وبين التوبة كلمة سوف. يقول أحد العلماء استعذ بالله من كلمة سوف فإنها أكبر جنود إبليس، فإنها أكبر جنود إبليس. تصور كلمة سوف. قال أحدهم من زرع سوف نبتت له شجرة يا ليت وجنى ثمار وخيبته. هذه الكلمة سوف تحول بينك وبين التوبة، فأنت دائم في قرارة نفسك العبد الفطن الذي إذا وضع رأسه على الفراش قال اللهم هذا آخر عهدي من الدنيا، اللهم فتوفاني مسلما والحقني بالصالح. هذا العبد الفطن. وإذا استيقظ قال اللهم هذا يوم فوفقني لطاعتك وتوفني مسلما والحقني بالصالح. وأنت في زمن فتن، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، في زمن فتن ما تأمن على قلبك هذا يتقلب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هذا رجاؤنا نحن الآن، هذا رجاؤنا أننا نسأل الله أن لا نموت إلا ونحسن الظن به، وإلا لو عاملنا الله بعدله والله لن نشم رائحة الجنة. هذا أعظم مفتاح للجنة هو رحمة الله. كيف تنال رحمة ربك؟ أن تعظم، أن تعظم الله جل وعز شانه. يحب من يذكر، يحب من يمجده، يحب جل وعز شانه وتقدست أسماؤه من يثني عليه. أحد الشعراء دخل على رسول الله قال مدحت ربي، قال امدح فإن ربك يحب المدح. رجل أحب فتاة قال بها قصيدة جميلة ورائعة تتمنى كل فتاة على وجه الأرض أن تقال بها هذه القصيدة. قال لها ليت الذي بيني وبينك عامر. هي لم تقال في حق الله، الشاعر قالها في حق امرأة أحبها. قال لها ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وما فوق التراب تراب. يقول ابن تيمية ما أجمل هذه الأبيات لو قيلت في حق الله.
ارفع رأسك أنت، خاطب ربك. الدنيا هذه كسرت رؤوس وقلعت كيجان وأوردت أناس كانت تهاب أوردتهم النار، فلا تغتر بها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة، قال: من مات على شيء بعث عليه. من منا قال: اللهم توفاني وأنا ساجد؟ من قال: اللهم توفاني وأنا حاج؟ من قال: اللهم توفاني وأنا راكع وأنا أصلي وأنا أتوضأ؟ من قال هذا؟ من رجى هذا من ربي؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء بعث عليه. تصور أنك مت ساجدا ونفخ في الصور فأخرجت من قبرك ساجدا، والله هذه لوحدها رجاء عند الله يدخلك الجنة. فأين وصلنا نحن؟ أين الناس ونحن أين؟ لهذا من نظر في سير من سبق نقول: أين نحن من هؤلاء؟